نشرة رئيسة مفصلة من الفضائية التربوية، حياكم الله. وزارة التربية تعلن عن مسابقة لملء شواغر الإشراف الأول الاختصاصي والتربوي في الإدارة المركزية. وزارة التربية تطلق الموسم الجديد من مسابقة ألوان وأفكار. هيئة التميز والإبداع تقيم مؤتمرا صحفيا للتعريف بمسابقات أولمبياد الروبوت العالمي لعام 2024. أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم عن مسابقة ترميم شواغر الإشراف الأول الاختصاصي والتربوي في الإدارة المركزية، حيث اشترطت أن يكون المرشح ممن يحمل إجازة جامعية في اختصاصه وقد أمضى سنتين على الأقل مكلفا بالإشراف الاختصاصي أو التربوي، مبينة أن المتقدمين للمسابقة ممن تتوافر لديهم الشروط سيخضعون لاختبار كتابي يحدد لاحقا وإلى مقابلة شفوية لكل من ينجح منهم. كما تقدم الطلبات في مديرية الإشراف التربوي بوزارة التربية بدءا من يوم الأحد في الرابع من شباط القادم وتستمر حتى يوم الثلاثاء في 27 منه. أعلنت وزارة التربية بالتعاون مع إدارة صالة ألف نون للفنون عن إطلاق الموسم الجديد من مسابقة ألوان وأفكار لعام 2024 للتلاميذ والطلاب في المدارس ومعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية تحت شعار كلمة وتأملات، وفيما يلي تفاصيل وشروط المشاركة. دعت إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع مدربي نوادي الروبوتيك ومديري التربية والمدارس والمهتمين إلى حضور مؤتمر صحفي للتعريف بمسابقات أولمبياد الروبوت العالمي لعام 2024، حيث سيعقد على هامش التحضيرات للبطولة الوطنية لعلوم الروبوت والتي ستنطلق في شهر تموز القادم لاختيار الفريق الوطني الذي سيمثل سوريا في الأولمبياد العالمي للروبوت، كما يتضمن المؤتمر التعريف بالمسابقات إضافة إلى القواعد الخاصة بالمسابقة وبكل فئة عمرية. وفي حلبة يبدأ طلاب الثانوية الصناعية الثانية جورج سالم بفصل دراسي جديد في أقسام التقنيات الكهربائية والتقنيات الإلكترونية والتصنيع الميكانيكي والميكاترونيكس. ضياء قدور والتفاصيل. يتابع طلاب الثانوية الصناعية الثانية جورج سالم دروسهم النظرية والعملية بعد انتهاء عطلتهم الانتصافية ليبدأوا مشوارهم بكل همة ونشاط في الفصل الدراسي الثاني. الصناعة هون عنا بتتضمن أربع اختصاصات، الاختصاصات الموجودة عندي التقنيات الكهربائية، التقنيات الإلكترونية، الاختصاص الجديد واللي كتير كتير مرغوب هالفترة هاي اختصاص الميكاترونيكس والتصنيع الميكانيكي. نحن باشرنا السنة بداية جديدة بالفصل هاد، هالبداية إن شاء الله تكون بداية خير للطلاب وللكادر التدريسي الموجود معي. بداية الفصل الثاني الدراسي بلشنا هلأ اليوم بعملية تدريبية وخطة دراسية جديدة رح تشمل الأقسام النظري، رح نركز عليها على العلوم العامة الثانية، الرياضيات، الفيزياء، كيمياء، الإنجليزي، الدياني، مواد النظرية نلتزم فيها كتير، بالإضافة طبعا لاستمرار العملية التدريبية في المخابر العملية بالأقسام كافة. أمنا كل التجهيزات اللي كانت ناقصتنا خلال العطلة الانتصافية. ضمن أربع حرف وفي المخابر المخصصة لكل حرفة يتلقى الطلاب المعلومات والمهارات التي تخولهم الدخول إلى سوق العمل وبدء مشاريعهم الخاصة. مع بداية الفصل الثاني انطلقت العملية التعليمية مباشرة بالدروس العملية والدروس النظرية، حيث قمنا بالعطلة الانصافية بصيانة جميع الآلات وتجهيزها لمباشرة في العملية التعليمية. أنا شريف عقاد صف 10، مهنتي ميجاترونيكس.
حاليا اليوم عم ناخذ درس دارات التنعيم والتصفيه والتنقيه. نادر عداس، طالب بكالوريا حرفه الكهرباء، عم نشتغل محرك ثلاثي التور، ذو التور المشطور، ذو تور قاطع مشطور يعني. حسن عبد السلام، طالب بكالوريا حرفه ميكاترونكس. اليوم نحن بصف الالات الكهربائيه، عم ناخذ عن التحكم بالمحركات وقيادتها بالكوندكتورات وبكله بشكل آلي كاملا طبعا. وتعتبر هذه الثانوية من أقدم الثانويات المهنية وأكثرها عراقة، وقد خرجت أجيالا عديدة منذ تأسيسها وحتى الآن. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. نظمت المدارس الغسانية الأرثوذكسية في حمصة بالتعاون مع الجمعية التاريخية ومؤسسة زنوبيا الثقافية معرض الكتاب السنوي الشامل الرابع، وذلك في قاعة المدارس الغسانية بحي بستان الديوان. ولفت المطران غريغوريوس الخوري مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس إلى أهمية هذا المعرض الذي يدعو الجميع للقراءة وخاصة الجيل الشاب، معتبرا أن المعارض فسحة ليطلع الزائرون من خلالها على مختلف العناوين المهمة، إضافة إلى ما يشهده المعرض من لوحات وتحف تعبر عن تاريخ حمص. انتظم الدوام في مدارس ريف حماة مع بداية الفصل الدراسي الثاني وفق الخطة والمنهاج المقرر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. انتظم الدوام في مدارس ريف حماة في الفصل الدراسي الثاني وفق الخطة والمنهاج. وأوضحت إدارات المدارس أن الكادر التعليمي والإداري والطلاب التزموا بالدوام بشكل جيد. بدأت العملية التعليمية بالفصل الثاني بتاريخ يوم الأحد، وكان سير العمل جيد جدا في مرحلة ممتاز بسبب التزام الأنسات بالدوام، التزام الطلاب. سير العملية التعليمية كانت ممتازة الحمد لله رب العالمين، في تجاوب من الأنسات، في تجاوب من الطلاب، من الكادر الإداري، كلهم إيد واحدة عم تشتغل بشكل يعني متعاون متكامل. الأمور كتير ميسرة الحمد لله رب العالمين، كتب متوفرة الحمد لله رب العالمين، إضافة إلى الأبنية المدرسية، إضافة إلى الأنترسوس، دعمت المدرسة والبناء بشكل كبير جدا. الطلاب أشاروا إلى أن الفصل الدراسي الأول كان حافلا بالنشاط والاجتهاد. الفصل الأول كنا كتير شاطرين، والأنسة عم تتعب علينا عشان نقدم بالفحص كويس، وهلأ بالفصل الثاني كمان رح نشد حالنا كتير ونتعلم، وفي عالم يعني ما عم تعرف تكتب الأنسة عم تخليهم يعرفوا يكتبوا. أنا بحب المدرسة كتير وبحب اجتهد شان صير بكرة دكتورة. اليوم ناخد دروس نتعلم شان ننجح نتطور كتير ونصير عالمين بالمستقبل. كيف كان علاماتك بالفصل الأول؟ كويسة، كل يوم ندرس ونكتب دروسنا ونحفظ. يذكر أن عددا من المدارس في ريف حماة تم إعادة تأهيدها وصيانتها عن طريق وزارة التربية بالتعاون مع المنظمات الدولية. هي مدارسنا بحلتها الجديدة تستقبل الطلاب لمتابعة تحصيلهم العلمي والتطلع للمستقبل المشرق. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حماة. أقام النادي العربي الفلسطيني واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في حلبة مهرجانا تضامنيا دعما لصمود الشعب الفلسطيني، حيث تضمن المهرجان أغاني وطنية وقصائد شعرية وفيلما وثائقيا، كما أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم الذي تسلح بالإرادة الصلبة لمواجهة الكيان الصهيوني الغاشم. مشاهدينا، باقة مع الأخبار الرياضية مع زميلي يزن. يسعد أوقاتك يزن. يسعد أوقاتك يا خطيبة. تفاصيل مشاهدينا، جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. بلغ منتخب الأردن ربع نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا في قطر بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفين على المنتخب العراقي في دور 16 للبطولة. ثلاثية المنتخب الأردني حملت توقيع يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي في الشوط الأول، ويزن العرب في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي في الشوط الثاني، ونزار الرجدان في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي في الشوط الثاني أيضا، بينما سجل ثنائية أسود الرافدين سعد ناطق في الدقيقة 67 وأيمن حسين في الدقيقة 76. وسيواجه منتخب الأردن في دور الثمانية منتخب طاجكستان يوم الجمعة المقبل.
تأهل المنتخب القطري إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد على استاد البيت في ثمن نهائي البطولة، وأحرز هدفي قطر كل من حسن الهيدوس وأكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من الوقت الإضافي في الشوط الأول وفي الدقيقة 48، بينما تقدم عدي الدباغ لمنتخب فلسطين في الدقيقة 37، وسيواجه المنتخب القطري في الدور المقبل الفائز من لقاء منتخبي البحرين واليابان. تغلب الهلال السعودي على ضيف انتر ميامي الأمريكي 4-3 على ملعب المملكة أرينا في المباراة الأولى ضمن فعاليات كأس موسم الرياض 2024. تقدم الهلال في الدقيقة 10 عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، وعزز زميله عبدالله الحمدان التفوق في الدقيقة 13، وقلص لويس سواريز الفارقة في الدقيقة 34، ووسع ديلغادو الفارقة مجددا لصالح الهلال في الدقيقة 44، وبصم ليونيل ميسي على الهدف الثاني للفريق الأمريكي من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وسجل ديفيد رويز التعادل في الدقيقة 55، فيما جاء هدف الانتصار المثير للهلال بإقدام مالكوم في الدقيقة 88. وفي بطولة أمم أفريقيا تأهل منتخب كوتيفوار إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد مواجهة ماراثونية ضد السنغال حامل اللقب، وانتهت بفوز الأفيال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة هدف لهدف لكل فريق، وذلك في ثمن نهائي البطولة. وتقدم منتخب السنغال مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق حبيب ديالو، ولكن المنتخب الإيفواري سجل هدف التعادل من ضربة جزاء عن طريق فرانك كيسيه في الدقيقة 77. وبهذه النتيجة تأهل منتخب كوتيفوار إلى ربع نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الفائز في لقاء مالي وبوركينا فاسو، بينما ودع منتخب السنغال حامل اللقب بقيادة مدربه أليو سيسي بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفي الدوري الإيطالي واصل روما انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد وقائده الأسبق دانييلي دي روسي في ختام المرحلة 22 من الدوري الإيطالي، وذلك بفوزه خارج قواعده على ساليرنتانا بهدفين مقابل هدف واحد. جاءت أهداف المباراة التي احتضنها ملعب أريكي في شوطها الثاني، حيث افتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا باب التسجيل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ثم في الدقيقة 66 عزز القائد لورينزو بيليغريني تقدم الجيلاروسي بالهدف الثاني، ونجح أصحاب الأرض في العودة للقاء سريعا بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 70 برأسيات لاعب الوسط القبرصي غريغوريس كاستانوس. وبهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 35 نقطة ليقفز مؤقتا إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ساليرنتانا عند 12 نقطة في المركز 20. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود لك القطيبة. شكرا لك. شكرا لك. نهاية النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن مسابقة لملء شواغر الإشراف الأول الاختصاصي والتربوي في الإدارة المركزية. وزارة التربية تطلق الموسم الجديد من مسابقة ألوان وأفكار. هيئة التميز والإبداع تقيم مؤتمرا صحفيا للتعريف بمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي لعام 2024. كان هذا كل ما لدينا، بأمان الله ورعايته.